وعليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى. والحسن البصري يقول شي كلام زوين، استعد من شيطان الجن مرة ومن شيطان الإنس 70 مرة، ولكن يقول 70 هي بزاف، هذا هو ما له علاقة. هذه لمحة على المعوذتين بسيطة باش نعرفوا ما معنى سيد من اللي قال قول أعوذ برب الفلق، هذا وقاية، هذه الصورة خاصة بالوقاية. المرض يعني لم يدخل الإنسان فكدير وقاية، فاستعمل اسم الجلالة ذكر مرة واحدة، لكن صورة العلاج والمرض قد دخل في الصدر والوسواس والشكوك، استعمل الله اسمه اسم الجلالة 3 مرات، قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، حتى الموضع اللي كيوسوسوا فيه وكتكثر هو الليل. علاش قال؟ حيت الإنسان ملي كيسمع بنهار الوساوس إمتى كيدورها في راسه؟ حتى الليل ملي كيجيبر كيقول داكشي اللي قال لي فلان واقيلا عندك يكون بصح، وكيتبدا الصراع الذاتي، كيبدا النفس والصراع النفسي كيقول واش بصح ولا لا.